السلام عليكم ورحمة الله. معنا إن شاء الله دلوقتي مع درس جديد معانا اكسرسايز رقم 6. الرسمة دي هنحاول نرسمها إن شاء الله 2D وبعد كده هنحولها ل 3D. اوكي، هفتح سوليدورك، هعمل نيو بارت، هاجي على التوب بلين، هقول له سكتش على التوب بلين، هرسم السكتش ده عندي تحت 5 × 1.5 × 1، يبقى عندي كده هو 5 × 1.5 × 1، حط له دايمنشن ده كده 5 × 1.5 × 1، وبعد كده المفروض هطلع 5 × 1.5 × 1، بعد كده المفروض هنطلع مسافة اللي هي 4 × 1.5 × 2.5، دي كده المفروض 2.5، طلعت 2.5. هبدأ بعد كده أدخل هندخل 3، بعد كده هنزل 2.5 تاني وهعمل نفس الشكل، راح أدخل 3 أنزل أطلع أنزل، أبدأ أحط دايمنشن عندي كده 3، نزلت 2.5، دخلت 1، هي معمولة كده السكتش بتاعي فولي ديفاين. بعد كده هبدأ أرسم المستطيل اللي على اللي في النص ده، طوله 1.5 × 1 على بعد 1، مستطيل على بعد 1، عرض 1، طول 1.5، يبعد عن السقف فوق مقدار 2.5 × 1.5 × 1.5 مقدار نص. هبدأ بعد كده أحط فلتات، الفلت ده عندي في كل الكورنرز ار روب، عندي هنا فلت بروب، فلت 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 فلت، المستطيل اللي جوه مفهوش فلتات اللي هو الشكل الخارجي بس، اقوله بعد كده صح وكده اقول له اكزي سكتش. ممكن اعمل له اكستروجن مثلا بمقدار 3 او خليها 1، اقوله صح. ده كده الشكل بتاعنا اللي احنا رسمناه. ده كان سيمبل بارت بسيط جدا، فنشوفكم في حاجات تانية أصعب إن شاء الله. السلام عليكم.